بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، كما وعدتكم في كل مرة نتناول موضوعا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية الأولى من بعثته والمنهاج المبين في دعوته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، إنها أشبه بالتمارين الرياضية التي يقبل الإنسان عليها بشغف، ملتمسا من المداومة عليها عافية البدن وسلامة الحياة. ما ستيت محمد فمنوية تصنيد لم كانش اللغة العربية، فعلا اللغة العربية هي الأصل وما وراء ذلك هو الاستثناء، لكن أني يتحوج اللغة العربية العلماء بزاف ديال الأمة سواء على اللغة العربية، لكن اللي تفسر اللهجة القوم سندو قرير إذا لا توصل الرسالة للقومة. سواء الشيخ ابن عباس عليه رضي الله تعالى عنه كان يأتي بترجمان، تو ذا ترجمان ترجمات باش يسلم يوغندش في زبار الجن، شنو هو عنده دائما كيش يبدا قرامات توج خلق زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش نتأسى والدين بلا الاخلاق ما يسبي والو، واخا تزاد تزم المروان يقول الاخلاق وهذين والو، واخا نوض منين وإن رسول الله وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث صحيح. ثمنت مرا كيداش الديا ام نمرا بلا مغاس اخلاق سيئه واخا يتزاد يتزم ما ينبغي ذلك، اذا لابد شي الاخلاق. مرا الفرائض كان يلزم ربي يعني الاسلام يعني تكرر الصلاة بدقت عوض سيم وان دينها ما ينبيع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أكش ما شرط سوى نهاش الفحشاء والمنكر. طب بيت إيش نخوله إيش نحاجة الأخلاق المتميزة. الصوم كذلك، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وضيق رسول الله روح عليه قول الزور يعني الجوع ما متزوم مثل حرم تجد الحرم ترتكب الحج كيف كيف من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع يتعقد كيوم مثلا مش كيوم ولدته أمه ما يتجمس شغل يحيش نشا عمل يتكشف عارمي ولا يسخر يحيش في الحرم ما هذه النتيجة. إذا مر الأعمال إيش نوع الرياضة جد قال رياضة يدوم خشب شغل بشغف يكون نايتع ما ينبيع حما تمارين يخش يستمر حما تبقى أعرف نسوى التأثير تقوى الجسم نسعى عافية البدن أمن كيف كيف إن شاء الله على العبادة كتاب سجد الروح وإن رسول ألا بالتبع إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالمتدين الذي يباشر بعض العبادات ويبقى بعدها بادي الشر قريب العدوان كيف يحسب من المتقين؟ هذا عرس مريض زدين زومة ثم تجي مليس على الشارع تدعي وذن تهدي وذن مما ينتزل المتقين ابدا. الصلاة انها تفحشاء المنكر يوضن زلية المسجد ماشي ذا مريم مظلم اثار سيدي كيس ذا
والرسول عشر سنين وما لنا. ولكن سليم شوية شوية قلت قدام عشر سنين يعني لا شوية شوية تكون ساكتة استسق الدار الغروط كالبنيان المرصوص عين سبع الخبيضان مش انت ايش قالت عشوية يوضع عشر في سربولي مش ما هي الأخلة كثيرة والله ما هي الأخلة ما هي هاتش تالي القوات تنهي قاع إذا تستمر مع سنة الأخلاق أيها الأحبة. وفي هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أظهر رسول يعني صحابة يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال يا رسول الله فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وإنها تتصدق بالأثواب من القط يعني من قطع الجم ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. حديث صحيح سنفهم من هي. فلان يا رسول الله ثم تزد العبادة سقم ولكن هذا الجيران ونتغير سلقة خلص الجير فلقة تزعيش تذفت تزعيش تقش أهوى تزوى ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن رسوله هي في النار وتصدق إن سفرانا بروس بزمي بروس الصدقة ولكن ما تصدحت والله ما تويت ذلك نغش تحسد نغش تحظى إن هي في الجنة. أنت يعني برنس مروان قول أخلاق وغام وغام سلام سلاح نخيزنا. وفي حديث آخر أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكمل إيمانا قال أحسنهم خلقا. الإيمان ناقص ما دروا هكذا أخلاقته ويظن مروان قول أخلاق وغام وغام وأقربهم مجلس منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونغير الزد للجنة أحاسنهم أخلاقا. بارك الله الشجرة مش كتمغاها النشط ساوى النشط لكن المجتمع حتى الكفاء حتى الدوام حتى كل شيء. وقال ما من شيء صلى الله عليه وسلم صفقة تصل حتى التاسية والله لكن تنفع التاسية التي ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أينسى الحبيب حبيبه يا رسول الله؟ عائشة تسأل رسول الله قال معي ثلاثة. نعم أنتم من كوشة أنتم لك يخلص غصيرات راحم غارش الصحف أبي اليمين أبي الشمال ثم عند الميزان ما يذكر ما يفسوس يمين يستذكر الميزان حسن الخلق أو رحمة الكلمة الطيبة أساس مش هاي السور مش من غيري مش هيحترمي ولا إلى غير ذلك. أيها الأحبة في الله فموضوع اليوم تحت عنوان خلق الرحمة معنى السوق الحياة معنى خلق الرحمة. فكونوا معي بأذان صاغية وقلوب حية حتى يثمر ذلك في قلوبكم تقوى الله. الله واجعلنا من المتقين. خلق الرحمة في عالمنا المعاصر شبه عملة مفقودة. خلق الرحمة نسيني رحيم ورنس ندولة لرحيمة نغشل قوة لغش الرحمة تحول ما نراه في عالمنا المعاصر ما شاء الله القتل وسفك الدماء والظلم في سوريا وفي ما شاء الله العالم مر مين تورى تورى شنار رحمة تورى ما شاء الله غشك الدماء ما شاء الله أحاول وله لا حول ولا قوة إلا بالله. فخلق الرحمة شبه عملة مفقودة اجلس تمنية الدق ذات وما يتخذف من هاني ذا قليل وهذا في الدور أنه يقدم آمن من هاني ذا خلق الرحمة. وما نراه على الساحة يعني في العالم هو العنف والشدة قال عنف الشدة والعياذ بالله وأنفقوه بالإسلام سبحانك هذا بهتان عظيم يعني العنف اللي توقع عند الشدة ولا يشغل الرحمة سنستقم في يمسر من الإسلام والله اللي بهتان من أيام نسبوا إلى الإسلام والمسلمين شر الأسماء والعياذ بالله شر الأسماء ما ليش من عفان ما هو من هامز الحاج تدى تصب حان تارب تارومست الحاج تدى تعرف حان تارب تنسلمست هنا يجنا عامز من طارب ما كان خلبين بعض ليش قوارز للعرب لأنه ذهب سلم سلمت ذهب ستار ومست ناس ميك ذهب سلمت إن هنا لو سلمت إيش نوم سمع عشرة ما لك مش عمزة تجيل فيه إذرو مشت إن هني ولا يبدأ ويسنان إن أغرب نسي مسح غص ذهب سلمت طب خرس ما تميزي تخسر ما ليش عشرة ميت غيقة. مثل المؤمن سها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن سها ويعمل به كالأدرجة طعمها تين وريحها تين. المؤمن رسول الله كان أترجع في نسني تفوح لسارة مرسة تدير بيت ثم تغذت تبارك الله ثم تغذت خلاص أمني كان مؤمن ونقر يونو يقام قرآن عشنو ثيلة تميسي ما تواش وارخ
المنافق قال القرآن كالريحانة، يعني الريحانة أريح اشتاش تفوح تزدفز الدماغ. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، حنظل حتى بمرارته تكره يعني الإبل، يرغب الواحد تم حنظل. لازم يوصف رسول الله المؤمن المؤمن شن ما راحش تحفظ في سكة الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا. أيها الأحبة، الرحمة يعني الرحمة للرحمة كمال في الطبيعة، يجعل المرء يلف لآلام الخلق ويسعى لإزالة. ما ذلك يا رحمة الكور ما تقوليش بس الحريق بس بس بتسل وتبوبري واسي تطويرش لغير ذلك. المهم ويدبوا منيح تحول منك الزد دي زي اسمه زي اسمه كان الشيء، ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى. تقول انت كمنا وجدوا كبري شي قطع ومحرم، لا لا يا رب اهتدنا يا رب. كذلك كنتم مثل رقاب بالنكد نشط والغمن يا أسى وديانني يسلى يا رب صحيح إذ لا صحيح، ولكن مغالثة يتمنى يسلى الهدى. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمي أبي طالب أكثر يا عم قل لا إله إلا الله اتمتقي بالنس قال هنا أعضاء الله أترغب عن ملة عبد المطلب أقول فاضوة أتجزل من لنبابش أتفهم مسوماش تقش كلمة إيش الكلمة لا إله إلا الله إيش حج ربي يوم القيامة شيعة إلي تغاب مشجو إن أسمعك توريغ وتجرب إن خفي عيبين إلي قصانش الزيس فآخر على ما مات متى على ملة عبد المطلب والعياذ بالله صلى الله السلامة لا حول ولا ولكن تجسس بسو يسر يروح يستغفرين هذا ربي إلى غير ذلك. والرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تبارك أسماءه الله الرحمة تبقى الواسعة والكبيرة، فإن رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت، فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء أشرق معه شعاع للرحمة الغابرة. من يميه العلم ربي ولا مزفر تلقينا الرحمة. ولذلك كان من صلاة الملائكة له وسنت الملائكة من قبل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فما لا تعاش وسني ربي ما كانش تصبح مع ذلك الله مدنا من الشيء ومكسل فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. أنا شكلش تمار ليش الوظيفة وتفتقع لحد لك إن ملائكة حملة العرش زمن قام ربنا وسعت كل شيء رحمة يا رب أعطيك من استنطرت وعلما ما يبني فاغفر للذين تابوا إن الشيء تعالى غير الشيء. وذا بالتور وعن عمر بن الخطاب قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذ امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فأنفقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في الماء؟ قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال فالله أرحم بعباده بها من هذه بولدها. عن حديث رسول الله يخزك يشتمغى أمي لازدوي المتسر يعني الغنيمة لازدوي يشتمغى يبدار سميس يفنسي عما صغير يدزو في صوت الميس يفسن قريب يدزو تره في خس ما شاء الله. ورسول الله يراقب يخزع أرلك توفى كسر في غايز ما نسوق طريق الرحمة إن اسمه سورة ورم كان غاز عمت نظام بس اللي جهنم أبدنا يا رسول الله إن اسم الله إلى ربي أرحم بعباده من هذه المرأة إن الحمد لله. إيه والله لما خلق الله الخلق كتب كتاب عنده أرمي خلق عبد الخلق يقول غاز من كتاب من سجى رحمتي سبقت غضبي الحمد لله الرحمة سبق الغضب. وكثير من أسماء الله الحسنى ينبع من معاني الرحمة والكرم والفضل والعفو. وقد جاء بالقول حديث القدسي كما قلت لكم أيها الأحبة إن رحمتي تغلب غضبي، أي أن تجاوزه عن خطايا البشر يسبق اقتصاصه منهم وسقطه عليهم وبذلك كان أفضل الرحماء. يعني باش شي حسب الله سمح رحيم لذا يستحق اسمين من القرآن آية وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لذا سمى نفسه بالرحمن حينما خلق لما استوى على العرش ماذا قال ربنا الرحمن على العرش استوى لم يقل جبار القهار القوي إنما الرحمن بمعنى الذي يتولى أموركم رحمن الرحيم ما عيش في تبغى شيء مسجد الدنيا كاش قوي جبار شو اسمه تربو استعمل شر الفرق لين أسماء ولكن الرحمن على العرش استوى أي بأن الذي يتولى أموركم رحمن اللهم ارحمنا
ما ترى في الأرض أيها الأحبة، ما رمت ورديز موان من تواد وبشاشة وتعاطف وبر، أثر من رحمة الله التي أودع جزءا منها في قلوب الخلاء، ما رمت ورديز موان زلت من التارضة فعضها مش كموضة التارضة مرة كش متور من الرحمة الميس مستكفيئة تميس إيجن جزء مزيان الله سبحانه وتعالى يديه. أما غلاظ الأكباد اللي يحكموا العياذ بالله فهم في الدرك الأسفل من النار، وفي الحديث إن أبعد الناس من الله تعالى القاسي القلب، أياكم غيرهم قسوة القلب تعفن جيثما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود جمود العين واستغلاق القلب من الشتع، لما الواحد يتركها عوضه بالقاع الطول وسجد جسد وحش فيه الدولان إلا أشقياء. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد أراد الله أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه، إيه والله سلام بيحمل اسمين زير رسول الله، إيه والله يسخر برق نوح لو ما سخره الله ما شاء الله فتذل نفسه لقد في غبرين شو بيشتك سيدي ربي قال فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله أكبر، يعني الرحمة واللين مقابل الفظاظة والغلظة. النبي الله سبحانه وتعالى قسم بما رحمة من رغم الجبل ذاك في الشارع في النسب بالواكس تقدر الليل بالرحمن وتفريج الزك يهودي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وين ستبقيني ستكينو ذاين قد ولا من يخطر من هنا قسوة قسم تكون بالغلظة رسول الله يتخسبو ذاك قال الشاف عليك يا رسول الله إنس وعليكم يفعادوا الله يعقد عوضه السلام عليك يا رسول الله وعليكم ويستغيث السلام عليك يا رسول الله عيش عليك السلام يا أبناء القردة والخنازير أتحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التحية إن السلام حكي غير مخرب تزرق حي رسول الله قلت لك رسول الله مهلا يا عائشة مين يقعت مالي مين يخال عنفة سبحان الله وذي العنف إيه الرخص مش أن يستجب تواسي استجب ما كان العنف في شيء إلا شانه وما كان الرفق في شيء إلا زانه صابر ما كانوا غمانية فهم قال الأخلاق من غير النبي صلى الله عليه وسلم عجيب. ولقد لازمته هذه الفضائل العذبة في أصعب الساعات ماشي الأخلاق يجيه برسول الله يجن تيبوها يجن وقتوها شون بعد خمس دوك عشان أزمة التهد لا تنطر. وقد لازمته هذه الفضائل العذبة في أعصب الساعات عندما حاول المشركون في أحد اغتيالهم من أحد سخنغن لا حول ولا قوة إلا بالله شر الناس يعني رجل قتله نبي عفن يغر عوض يعفن يغر عوض من قتل نبي أعوذ بالله تعصد عبك ويحفظ ربي والطبيع الدعاء والحكيمة تستجيب ما رأى من ويحفرن من الذي فاوني سقوا نور مسيدي ربي لا يحفظ السكوة إلا رخان يوقع. وألجأوه إلى حفرة ليكب فيها زيادة قدر جسم محفى رسول الله. ونظر إلى زهرة أصحابه فوجدهم مدرجين بدمائهم على الثار السيد ولا الصحابة نسمارك سنسني روني ذنب تيشيا. ونظر إليه بقية أصحابه فإذا خده قد شق أم جزمس بسنس وسنه قد سقطت الرباعي زينس. وفي هذه الأزمة قيل له ادعو عليه يا رسول قسم الدين. فغلبه رفقه وجعلت نفسه العالية تستبيح لأعداء العذر فكان دعاه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ما هو أكبر ما من أن لي المؤذن إي والله شل من قطعك واعف من حرمك واعف عن من ظلمك أقف مكان الأخلاق شي ما شاء الله عني الوالد هو استولي وايد شو استحر واسمع غلط يموت. إن القلوب الكبيرة كلما تستجيشها دوافع تسوى فهي أبدا إلى الصف سوي إن والحنان أدنى منها إلى الحفيظة والانتقام. إن القسوة في خلق الإنسان دليل نقص كبير نقص كبير الغد يقصحوا الناس تستقرر الآخرون المستعمر الجزائر يتزفج جزائر ومن يوضعوا جزائر الستيني هو قسمتها يزعبوا جزائر منين 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 فرنسا سنة الناس تحارب يوضعنا شنو نوع الوح وش تصير وزعف الدين وحمد الغزالة عليه رحمة الله منين لنا إنش بزاف ساعة يوزد الكسر خيرة تنزيد واحد نص يغضريه ومن يزع في الدفع حقيق في النص الناس أقدر الوحش إذا شاك وحش في الناس الزبارة تسكر يمتد يأخذ ثروات بلادهم إيه ويستبيح بيضتهم إلى غير ذلك من عند الوحش يعني الأخلاق للإسلام واحد كيف زي
قال تعالى: من الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد رجل من هانف لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا لشبر فهموا لا ينذروا من ذكر رسول الله حتى ذلك سوى القلوب رب خسر طول الأمد ويبرد السيدين خير يتوقع من أيام. وقد جاءت الأحاديث تطرى حاسة على هذه الرحمة الشاملة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ويحمل يضره يحمل ربه. أقرع من حارس أسعى شريح نجا نزل رسول الله يتكبر الحسن بن الحسين إنس غالي عشريح نجا رسول الله ورديش إنس من لا يرحم لا يرحم ولك شعب يرحم نزبوش بديش بيك وش أتشتن الرحمة من ديش. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الرحماء. وقال أصحاب رسول الله: رحماء بينهم مش يحمونهم. وقال تعالى في شأن رسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة رحمة حتى للكافر. رحمة زعما الكافر، نعم رسول الله رحمة حتى للكافر. ما الرسول يعلم تعقبكم من شيء، منهم من أغرقنا ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا إلى آخر كل شيء يا ربي. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العشاء طردوه من الطائف، حسات الطائف من وليس برخا السنة الأول ما وصل خش في مكة أما تغيضوا ما تخسر الصوت في مش مزروني الزرودان السيدة ابنك يقاس الزيت ويحكم ماذا تفعلون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقاس يا ربي وخلي تيقش خوز نار الطفاينة. فسلم عليه ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، يا رخصم هل تريد أن نطبق عليهم الأخشبين؟ خشلك أن نسلق السدولارة من إن أرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحده سبحانه وتعالى. اخشب النقشاء لعله عشرات الجن يغيب الموحد وكنه إن شاء الله تبريد عيل صافي الرحمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يستقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. رحمة سلامة مش على كل شيء، ولكن يجد خاصة لسبحان يجد للمؤمنين إن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يتحدد من يدرك القرآن حلال مثل من يتحارب القرآن، أما غير ذلك وخص الشيوخ. من قال رسول الله: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما دخل الجنة إلا هو نواتشني، من نواتشني يا رسول الله؟ إن رسول الله يطلع عليه في الجنة وإن ذي عشان فواتشني في الجنة في عمين. وتتأخذ الرحمة الحق طابع القسوة وليس كذلك. أحيانا بنلم تلك القسوة تلميس ومش مرواتشني مالي غاني الطبيب مروات يصير مصير السيكسو وتقول عملية، ولكن من إنما نفسه نتخذ الرحمة الأماء المس يقال الشاعر: فقسى ليزدجل ومن يك راحمة فليقسو أحيانا على من يرحمه. ما رأى بنامة كيس الموقف وشديدون من شيء تمتقم في الزيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة مئة جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق فترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. مئة رحمة يدري شو جزء من الشجرة من ربي كيس ما رحتنا وما جينا الزيت يتفوا نسترفع الله باش إن شاء الله وتعطش تميز من زين رحمة من ربي. وفي رواية أخرى: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة ارتباط ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فيها تعطف الوالد على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. سبحان الله سبحان الله راح جاء الشيء اللي مش ميت شباركيس يبوري قدر عخر الناس ما غاء الله سبحانه وتعالى يسجد الملايين يسجد الملايين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله تعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة الرحم الشجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعه قطعها الله. ما رأينا يمكن سيرة الرحمة والله أيام القصد يضيف سيرة الرحمة لك بس بيما سنخاف بس بيما يمكن لك أمس وتمسيد توت عندي سيد توت مش هنا العائلة عزيزي سيد توت
والنبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه، حق الأخت، حق العمة، حق الخالة، حق الجار، إلى غير ذلك. تبنى مناقض في نزل البير لأحسن مشاكل بس دي الناس ما شوفت ما ستوت عندي ستوت خاتي ستوت ما يثمى ما يواتيري. وأجدر الناس كما قلت لكم أيها الأحبة بجميل بره أمنهم عليه أو أولاهم به وهم والداه. قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خاصة من كل والد تتجمف وخاصة تصدق وتقول خاتم تكر بابا زورك تدوك تيمس رسول الله كما يشد شن هدية في خديجة تدوك خديجة مغادرة الصديق النس ويتبتوح شحال يقول انتم الوالد يسلم الله وخاص مصدق وخاص استغفارا وخاص تدعون ما ينبغي. اذن بقرار القران وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الاسلام اهتم في الوالدين سوطش. جاءت امراه فرنسيه ذات فرنسيست الى بعض المسلمين في فرنسا وامرتهم بان يدعوا ابنها الى الاسلام وما عليهم خاص تمس دعوه يمير نسلم ذا الشر سلم شو دازو خاص شحال تشتري تسبعوا يمي لماذا؟ لا يمير إذا سمغا في نظام للإسلام من أن يتهلى الجماس يتهلى للباس الشينوان والفرنسا هي إيش ما؟ نشتقوا غير استغادار العجزة إيش دعني بالسورة ليا عبان دنيا ما لا يفغى يوينو ما لا يفغى يدي ما لا يفغى كسنية من الأسرة شخوص وكسب القيمة مش هتستخدم القيمة الإسلام الرحمن ليس ما شاء الله. على ابي هريره رسول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابن عيينة وعنده الاقرع بن حابس التميمي فقال اقرع ان لي عشره من الاول انه كان جن ما قبلت منهم احد خلق. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. وفي روايه او املك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك. وعن انس دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف الفيل وكان ذئر لابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه بس عشان نحن جاد قليلا اي ابراهيم ها شوي في سن عام وشي حاجه من عامين في بنت فاس عمار اختلس رسول الله فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان اذا يترك فنس بالطول. فقال ابن عوف عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله ليش تكتروا بمعنى الملك يقضوا من هيدا كأنه استغرب بك يعني ليش تكتروا تشك. فقال يا ابن عوف انها رحمة مش يوغي قيم طولة دار رحمة مش وراء زمن يقدر عبك ونو يعني في قدش نسجي فكر حين تكسيش هو في تحفاز هو يوغ شان اما نشير فريد واتسلي اميها عوذ بالله اسأل الله السلامة. اما يمتونه بمرض الرحمة ثم اتبعها باخرى فقال إن العين تدمع طولها الجنف وإن القلب يخشع خشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا من قيد من يارب إيه والله سيدار بنفل وشير تخليك سن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزون خلق أموت للجنازة إيه رشل قربت إثناء أرد شمرالي إذن دي شمرالي وشيل شمرالي تويتيني ذوغين كم ريح الدنيا إيه والله إن يجي 19 إن يجي من قرب 19 راه مدي إن والله لا يدوز غاو في النهار يدوز راه مدي دوش الشيء شوين 8 واش اللي تدير والله هاد غار تشتمل ديني الموت وقت ديال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يا والله والشمال الدوا أبش رسول يبطون هوان ولا نقول إلا ما يرضي ربنا صافي واش اللي حشر ولكن الشيء قربيت ناري الدورة وخذ 10 فلوس وخذ 10 فلوس خياط طابع صورة جنازة خياط تارد المأهم في الفاح أعوذ بالله إيوا نهار مولاك سنة مش ما غانش ما غانش ورعاو نقتل به الزمان في إلا من رحم ربي. ولا يجوز للمسلم أن يوصف قلبه وبيته دون أقاربه وأن يمت على عنقه فيحيا بعيدا عنهم لا يواسيه في ألم ولا يسدي إليهم عونا. إن هذه القطيعة تحرم الإنسان من بركة الله وتعرضه لسخطه. اي والله خشنا بيت في كاوماس وكناس عمتيس الى اخره غصنته امر واصل يروح واسم الرحمه. فعن ابي هريره ان رجل شكا الى رسول الله قسوه قلب حد صحيح اخش الدواء اتحضر الجبوين في غرفه الانعاش قال ازمه قلبيه اخش الدواء ازمه قلبيه
عن أبي هريرة أن رجل شكا إلى رسول الله قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي ذلك يجير سكس قسجير شباركيس شنسي الشير مسكين أرب العالمين ليش يارو المشتن سنك ليش يارو المشياب شنا. وفي رواية أن رجل جاءه يشكو قسوة قلبه فقال له أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك تجد ذلك في قلبك صلى الله عليه وسلم. والأحاديث صحيحة بسم الله عن السلام اكتفي بهذا القدر ولا أحبة. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة من مواطن الرحمة أن نحسن معاملة الخدم. يعني المرة الأخير خدم غادي خدام خاص تحاول مرات زي العجلة هذا الشيء يعني 2 ساعات يبقى خدام وستخد الشمس يبان إلى غير ذلك وستمرض الوالد في قجاك شو ما يحسنش يخدمش ما يشملش ما ينبغي. شنو ما يحاول استخدم لي هدا اللي غاصطاب غاتي كيما خاص يحاول ودي ما شاء الله تياركو شي خدمين ستيعاون ناس ديال وجهك الدرب وان نرفق معهم فيما نكلفهم من اعمال وان نتجاوز عن هفواتهم ما غضب شنو غنتجاوز وديها النوز خاصهم يوقع عندك بجدا معامله هما غادي يتقاضوا ما نجيوش والا نحس سطوة التصرف فيهم فنعبث بتسخيره فإن الله إذا ملك أحد شيئا استبد به وأساء سلبه ما ملك وأعتله سوء المنقلب. إن حشمه يشيش تربي ملكيش فروت حيث من عشتي. عن أبي مسعود البدري وسلم كنت أضرب غلاما لي بالصوت الشيخ أخذ دمين يجل غلام فسمعت صوتا من خلفه سرغيج مور أو أنا إعلم أبا مسعود أضرب أرنش نعم يدست الدينار بشي حسب خرش فلم افهم الصوت من الغضب يعني وليه الدراغان يغضب ليش ما فهم يورنس فلما دنا مني اذ هو رسول الله عشق الشاذ الشاذ مش قد يخبر لا حول ولا قوه الا بالله. فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الارض اسم ما يكتاش مثلي فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله حر ما يجلس يا رسول الله غير يخدمه غلامان تجنسع شخصاً كيف المصيرون يوم القيامة إلى الميزان كفى الحسنات كفى السيئات الصداع ليش تجند يهندوت الميزان أعمود داش تشد يهندوت الميزان ما راه الصداع يغلب فو عمود بس تواس داش ما راه يعمود يعضو الصدرة أنا نجي تواس إنس يا رسول الله آه الله أكبر هم أحرام حارس راح نشوف ما تصدقش اللي يرفعني يوم القيامة وإن رسول الله سعر لنا يا رسول الله قرب ثمن قال إن الله هو المسعر القابل الباسط اتقنار حتى تقبل غراء هذا هو جشن دم ربما شيء يجري يوم القيامة يرفع. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا لذلك يا أيها الأحبة. والإسلام شديد المؤاخذة لمن تقسو قلوبهم على الحيوان ويستهينون بآلامهم. تبين أن الإنسان على عظم قدره يدخل ما في إساءة يرتكبها مع دابة عجماء حتى الحيوان والقرخ والحديث ما رسمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض تبغت عبد زور ما في الجهة ما مخموش ما في العكاس إن شئت بالعن في يودة أيوة ما شئت بالعن في يودة صلى الله عليه وسلم والله ملكة بلا الموجسة ما تزام العجب وانت بالعن في يودة الغاس النعمة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كما بين أن كبائر المعاصي تمحوها نزعرة رحمة تغمر القلب وربي إيذائك تبغى الزانية وفيقصد فزيز ضلش تدفن على قشام الشاك سهوة القوانو ذو يمالك سوا يفرس ربي شيخ زعلانة حج عمارو شني غوز يسروه قاعد زوينو مثل شوخة القوانو يزيو نضعت ديني وخس كسيبا إني حملي قداتي إني دار مستمر زعفريش حسب غربي إني أولينا السوف الخير إن يا أورد نيت من طبيعة الخفة نيت إيش ناس الله يرضي الوضع إنهم يعني يضرب زي قبول ترى يعني اشتري إني ما زين قيم نخني يو يوم حاجة ما بشي مولا يحمر ربي اسمه يعني.
وإذا كلب يدهس يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منه فنزل البئر فملأ خبثه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهيم من الأجر ما سلموا ذلك الكلب تبين عرفوا الجاني فوشت كما تشتش نزلخ كنت تغسلهم كعاو عاو عاو من يزيانا والله ما عقدت ولا تعرف يفضل مش جس يفضل مش جس السلفين إلى غير ذلك يرومين لك حتى انتم ولكن قنيوا ذلك يرومين سمع ميرني ايه والله الرزق بالحيوان ولكن ذي العراق غاص لسوريا غاص غاص منا كنا بخيرك منا ونبور رفتنيش قد الإسلام الرحمة الإسلام وإن لنا في البهائم لأجرا قال في كل كلمة رتبة أجر ما لو غدا الشاف قدس القاس رب العالمين شي جزاء. وفي رواية كما قرأت لكم آنفا أن امرأة البغية رأت كلبا في يوم حار تيف ببئر فتأدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها أي خفها فغفر الله لها بذلك. يقول العلماء أيها الأحبة لئن كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب البغايا فإن الرحمة للبشر تصنع العجائب. إي والله ما خرجنا تحت التسير التعاونه إي والله تعطف الخس الله سبحانه وتعالى ماشي سقع الدرجات تي مقرنين. لذا أيها الأحبة ترحموا إي والله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم وارحموا ترحموا. ويل لأطماع القلب ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليش ترغيب ليش ترهيب وني أحمد وني أعتقل وني زد زن الله سبحانه وتعالى يحمد ما دوري صحيح ما الله سبحانه وتعالى مروش يحمد بوش يحمد إيه والله مروش يحمد بوش يحمد وادو فإنه لا يذل من والد ولا يعز من عادي تبارك ربنا وتعالى لا من جاء منك إلا إليك اكتفي بهذا القدر أيها الأحبة. إذا تصف خلقا الرحمة يدنا إيوه حاول قدر المستطاع قد توفيق من الله ولكن الإنسان أن يخرب يقال رسول إنما العلم بالتعلم إنما الحلم بالتحلم حاول والله سبحانه وتعالى شسوه غير تكسب الملل ولكن بتوفيق من الله. اللهم اجعلنا من الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها مبعدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا محبة نبيك المصطفى وأصحابه وأوليائك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق هذا الشباب والشيوخ والنساء والفتيات اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم ارزق لهم الثبات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين منهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ملك المؤسسات لما تحب وترضاه واجعل هذا البلد آمن مطمئنا وسائر بلدان المسلمين أجمعين. اللهم إنك تعلم فاغفر وارحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.